أسماء مهمة وأساسية في هذه المباراة. فرصة لمصلحة فريق نادي دبي في هذه اللحظات من الجهة اليمنى. على الأسود يحاولون من البداية وهكذا تصويب الجو تعادل. لذلك اليوم إن فاز دبي على هذا الملعب فإنه سيكون الفوز الأول تاريخي للأسود على ملعبهم. وعندنا محاولة تزراوية خطيرة، هي جول، هي جول. ريكاردو ما يرحم لشباك دبي في المناسبات والمواجهات الأخيرة، يواصل عزفه ويواصل إبداعاته في زيارة شباك الأسود أمام ريكاردو البرازيلي. ما تضيع أمام ريكاردو البرازيلي الذي لا يرحم إطلاقا، بل أنه يعيد الجزيرة إلى المباراة بهدف التعادل. وعن طريق تصويبة كانت حلوة من داخل منطقة الجزاء. عندنا محاولة وكرة جزراوية الآن ممكن تكون خطيرة عن طريق خالد بطي الذي يلعب المباراة أساسيا لأول مرة. لويس ميا يدفع فيه لأول مرة أساسي. وعندنا كرة، الله 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 الله، مالك حال، مالك حال يا داهية، مالك حال يا هداف. ما حد يوقف في طريقه. شوف اللعبة الماضية من جانب المدافع، ما هكذا تبعد الكرات، لكن العقاب يأتي من الكبير، الكبير مرة أخرى بهذه الصورة الممتازة بالقدم اليسرى ترسل في زاوية صعبة وتهتز شباك الأسود في مناسبة ثانية عن طريق البرازيلي. ريكاردو وحده فريق هذه بالخطأ، وبرونو غلطة، وبرونو يعاقب. الله الله في ملعب النار. الوصل والأهلي مباراة مثيرة منتظرة، عجمان والإمارات على أرض البركان، النصر والظفرة في استاد المكتوم. هنا ريكاردو، لا 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 لا، مستحيل. الله يفعل الساحر البرازيلي ريكاردو، ريكاردو هاتريك. فريق لوحده الداهية الذي يجد الحلول من المسافة البعيدة. صواريخ ريكاردو، أرض جو تقصف شباك دبي، تمزق شباك الأسود.